أجواء جميلة، والزحمة اللي احنا شايفينها دي يعني بتبين ترابط فئات كتيرة من المجتمع، يعني اللي باين ان ناس يعني كل الفئات موجودة، الناس مبسوطة وفرحانة، وكل سنة والشعب المصري بخير. مكان جميل وهادي جدا وارتحنا فيه جدا، والحاجات هنا جميلة جدا برضو، بس حبينا المكان والهدوء، والدنيا حلوة قوي هنا. أسأل الله الكريم أن يحفظ مصر وأهلها مسلمها وأقباطها، وأن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد إن شاء الله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وشكر الله لكم. النهاردة جينا حديقة الطفل عشان فيها مميزات كتير حلوة، كل واحد مع خصوصيته، كل حاجة هنا جميلة، وبلدنا طبعا جميلة، مصر مفيش أحسن منها في كل مكان، مش حديقة الطفل بس. الأجواء النهاردة جميلة جدا، والناس كلها مبسوطة، هي يا رب يديم السعادة على الناس كلها، والحمد لله يعني على كل حاجة. بقى لنا كتير ما جيناش لما الحديقة يعني اتجددت وكده، وبعدين الولاد قالوا احنا عايزين ندخل الجنينة، فقلنا بقى نعيشوا ذكريات العيد، يعني أول يوم يبقى فيه الصلاة وبعدين البوم وبعدين الجنينة، فقلنا تبقى فرصة حلوة يعني ان هم برضو يعيشوا ذكريات حلوة. قلت الحديقة الطفل حلوة، ونجيب العيال الصغيرين يتفسحوا هنا، هو وحديقة حلوة وجميلة وفيها خضرة وكل حاجة حلوة. أجواء جميلة زي ما انتم شايفين، وكلنا فرحانين الحمد لله، عشان ده يعتبر عيد للمسلمين كلنا ان احنا نفطر فيه، ومبسوطين الحمد لله، البلد امن وامان زي ما انتم شايفين، والناس كلها في الشارع، الناس كلها مبسوطه، والله يبارك له سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللي خلانا قاعدين في امان وقاعدين دلوقتي بنصلي براحتنا. يعني احنا بنحب نيجي نصلي هنا عشان هنا الاجواء جميله، وبنحس بفرحه العيد طول ما احنا هنا في الجامع. ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين. هو دايما اجواء العيد هنا مختلفه في الصديق، وبتكون يعني احسن مكان ممكن نقضي فيه العيد هنا. اجواء العيد بتكون هنا لطيفه جدا، ما بنقدرش نحس بالعيد غير لما نيجي نصلي في المكان ده. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صلي عليه.